السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بالتلاميذ المجدين إذا على بركة الله نبدأ بالصفحة السابعة من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي إذا عندنا اليوم أنشطة أنشطة التقويم التشخيصي والدعم الاستدراكي إذا السؤال رقم واحد أكتب عدد الرمانات إذا هنا عندنا يعني واحد العدد ديال الرمان غادي نحسبوه ونشوفو شحال يعني شحال كيساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر اتنى... أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر إذن سبعة عشر رمانة سبعة عشر رمانة سؤال رقم اثنان أحسب ما يلي إذن ثلاثة زائد خمسة ثلاثة زائد خمسة إذن يعني في الجمع ديما غادي نمشيو يعني الأعلى وأكبر عدد وكنزيدو عليه يعني أصغر عدد إذن هنا عندنا خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن عدنا ثمانية. بالنسبة يعني العملية الثانية إذن هنا عندنا تمانية زائد ستة أو ستة زائد ثمانية. إذن ثمانية زائد ستة. إذن إذا كان يعني التلميذ عنده إشكال في الجمع يعني كمثال هنا إذا نأخذ ستة غنديروها الأعمدة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن عدنا هنا ثمانية. غادي نزيدو غادي ندون زيدو يعني ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن أربعة عشر تمرين رقم ثلاثة أحسب ما يلي إذن هنا عندنا عملية ديال الطرح إذن سبعة ناقص أربعة إذن الطريقة اللي غنمشيو عليها وهي هذه يعني كن سبعة كنديروها بالأعمدة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ناقص كم ناقص أربعة إذا واحد اثنان تلاتة أربعة وكنشطبو عليهم هكذا وكنشوفو يعني اللي بقى لنا. يعني كم واحد اثنان تلاتة إذا سبعة ناقص أربعة يساوي تلاتة سبعة عشر ناقص ثمانية إذا كيف درنا العملية الأولى غنديرو العملية الثانية إذا غادي نحسبو سبعة عشر إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر إذا شحال غنطرحو منها يعني ثمانية إذا غادي للأول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا نشطوا عليهم وغادي نشوفو شحال بقى لينا هنا إذا غنحسبو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذا يعني سبعة عشر ناقص ثمانية يساوي تسعة ندوزو للتمرين رقم أربعة أختار الوضع العمودي الصحيح بوضع علامة في إذا هنا عندنا عمليتين أفقيتين يعني العملية الجمع ولكن كاينة عملية صحيحة وكاينة عملية خطأ إذا مني كنكونو يعني كنبغيو نديرو واحد العدد يعني عدد زائد عدد يعني كمثال ثلاثة وعشرون زائد خمسة عشر إذا هاديك خمسة عشر يعني كنديرو الوحدات تحت الوحدات إذا خمسة عشر إذا الوحدات ديال خمسة عشر هي خمسة إذا خمسة خصنا نديروها تحت الوحدات ديال تلاتة وعشرون إذا غنديروها تحت الوحدات و العشرات تحت العشرات إذا عشرة تحت العشرة إذا هكذا تلاتة زائد خمسة تمانية وإتنان زائد واحد يساوي ثلاثة إذا يعني الوحدات كيكونوا تحت الوحدات والعشرات يكونوا تحت العشرات إذا رجعوا للعملية دي هنا عدنا هنا سبعة وثمانون زائد مئة وتسعة إذن عندنا هنا سبعة وثمانون زائد مئة وتسعة وعشرون إذا يعني هاد مئة وتسعة وعشرون يعني الوحدات ديالها في الإناية يعني الوحدات ديالها هي تسعة والوحدات ديال 87 7. إذن سبعة وثمانون هي سبعة إذا خص سبعة تكون تحت تسعة سبعة تكون تحت تسعة إذن هذه العملية يعني خاطئة علاش لأن الوحدات مجاش تحت الوحدات نشوف العملية الثانية إذا هنا سبعة يعني تحت تسعة أو تسعة تحت سبعة يعني سبعة فوق تسعة والعشرات يعني تحت العشرات يعني تمانية مع اثنان اذا العمليه هنا صحيحه اذا هنا لاحظنا يعني العمليه ملي كتكون يعني في الاطار يعني الاول ديالها يعني في الترتيب ديالها يعني خطا راه كتكون العمليه خاطئة لان الفرق شوف يعني هنايا خرجت لنا 999 ولكن الجواب الصحيح هو 216 تمرين رقم خمسة انجزوا عموديا العمليتين التاليتين إذا هنا العملية أفقية غادي نديروها عمودية إذا غنديرو كيما قلنا يعني في, في التمرين رقم أربعة يعني الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات إذا سبعة وأربعون زائد خمسة وثلاثون إذا خمسة ثلاثة يساوي إذا خمسة زائد سبعة خمسة زائد سبعة اثنا عشر إذا أضع اثنان علاش لأنه هو الوحدات واحد هو العشرات غنديروه مع العشرات واحد زائد أربعة خمسة زائد ثلاثة ثمانية إذا الخارج هو اثنان وثمانون العملية الثانية واحد وستون زائد تسعة إذا تسعة رقم وحدات غنديرو تحت الوحدات هو واحد يساوي إذا واحد زائد تسعة عشرة غنضعو صفر واحد واحد زائد ستة سبعة إذا الخارج هو سبعون تمرين رقم ستة أنجز عموديا العمليتين التاليتين إذا هنا عندنا الجمع هنا عندنا الطرح والجمع في حاله في الطرح يعني خاص كل الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات إذا تسعة وستون ناقص خمسة عشر إذن تسعة ناقص خمسة إذا كدرنا في العملية يعني التمرين رقم ثلاثة إذا غنديرو هنا يعني تسعة تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حوالي نقصونا هذه هنا نقص خمسة إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ونشطبو عليهم ونشوفو شحال بقى واحد اثنان ثلاثة اربعة اذا تسعة ناقص خمسة اربعة وواحد وستة ناقص واحد اذا ستة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا ناقص كم ناقص واحد اذا غنشطبو على واحد وغادي نشوف شحال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذا ستة ناقص واحد خمسة خمسة وسبعون ناقص تسعة يساوي إذا خمسة ناقص تسعة خمسة ناقص تسعة لا يمكن لأن خمسة أصغر من تسعة إذا غادي نتسلفو يعني السالف عشرة وأرد السلة يعني ننساو غادي نردو هذيك تسعة إذا خمسة عشر ناقص تسعة غادي نديرو العملية تاني خمسة إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر،, عشر،, عشر خمسة عشر ناقص تسعة إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ونشوف شحال تبقى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا خمسة عشر ناقص تسعة ستة وسبعة ناقص واحد إذا سبعة ناقص واحد يعني ستة إذا يعني الخارج هو ستة وستون تمرين رقم سبعة أنجز عموديا العمليتين التاليتين إذا عندنا خمسمائة واربعة أربعة وثمانون ناقص تسعة وثلاثون إذا كما قلنا الوحدات تحت الوحدات يعني تسعة هي الوحدات غنديروها تحت أربعة رقم الوحدات وثلاثه رقم العشرات غنديرو تحت ثمانيه رقم عشره يساوي اربعه ناقص تسعه إذا اربعه ناقص تسعه لا يمكن لان اربعه اصغر من تسعه اذن نتسلفو عشره اردوها اذن اربعه ناقص تسعه يعني واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر ناقص كم ناقص تسعة اذا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وكنشطو عليهم وكنشوفو شحال بقى لينا شحال بقى لينا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا اربعة عشر ناقص تسعة يساوي خمسة وثمانية ناقص كم ناقص أربعة لأن عندنا احتفاظ ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة إذا ثمانية ناقص أربعة سهلة يعني أربعة لأن أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية خمسة ناقص لا شيء خمسة يعني كنحيدو منها لا شيء كتبقى هي هي خمسة الخارج خمسمائة وخمسة وأربعة ندوزو للعملية الثانية يعني أربعمائة وثمانية زائد سبعة وستون إذا الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت إذا ثمانية زائد سبعة إذا ثمانية زائد سبعة إذا غنديرو نفس العملية يعني غنديرو سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة زائد يعني ثمانية زائد سبعة إذا هنا ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إذا ثمانية زائد سبعة خمسة عشر أضع خمسة أحتفظ بواحد واحد زائد تسعة عشرة وعشرة زائد ستة ستة عشر إذا أضع ستة وأحتفظ بواحد واحد زائد أربعة خمسة خمسة إذا الخارج هو خمسمائة وخمسة وستون نزول التمرين رقم ثمانية أحول الكتابة التالية إلى كتابة ضربية إذا هنا عدنا يعني العدد اللي متكرر هو ثلاثة شحال يعني العدد اللي متكرر هو ثلاثة إذا غنديرو ثلاثة هنا ثلاثة وشحال من مرة تكرر يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا تكررت أربع مرات إذا غنديروها هنا أربعة إذا ثلاثة في أربعة هنا عندنا العدد يعني اللي متكرر هو ستة وشحال من مرة تكرر يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا سبعة يعني تعاود سبع مرات اذا ستة في سبعة تاسعا او التمرين التاسع وحول الكتابة التالية الى كتابة جمعية اذا يعني هنا كان كتابة جمعية حولناها الضربية وهنا كتابة ضربية نحولوها الجمعية اذا لنعتبر ان هاد خمسة هي اللي تعاودت اذا تعاودت كم يعني خمسة تعاودت كم؟ تعاودت أربع مرات، إذا خمسة، إذا خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة هنا سبعة، شحال تعاودت؟ تعاودت ثلاث مرات، إذا سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة، إذا تعاودت ثلاث مرات. تمرين رقم عشرة أساعد ماجد في الإجابة على العملية التالية إذا قبل ما نجاوب على هذه الأسئلة اللي خصكم تعرفه أيها التلاميذ الأعزاء أن جدول الضرب راه مهم في الرياضيات يعني مهم في الرياضيات في جميع المستويات يعني خص جدول الضرب تحفظوه مزيان إذا عشرة في اثنان يساوي عشرون لأن واحد في اثنان اثنان وغنزيدو الصفر هنا خمسة في اثنان يعني خمسة في اثنان أو خمسة زائد خمسة يساوي عشرة هنا خمسة في ثلاثة يعني خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسة عشر هنا عشرة في أربعة إذن واحد في أربعة يساوي أربعة وكنجيبو هاد الصفر هنا يعني هو أربعة إذا هادشي اللي في الصفحة رقم سبعة إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله والسلام عليكم